بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة ليزتراس بمناسبة فوز معاليها برئاسة حزب المحافظين وقد أعرب سموه في البرقية عن خالص تهاني بمناسبة فوز معاليها برئاسة حزب المحافظين متمنيا سموه لمعاليها التوفيق والنجاح عند توليها منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والنماء للمملكة المتحدة وشعب بها الصديق واشاد سموه بالعلاقات التاريخيه الاستراتيجيه التي تجمع مملكه البحرين والمملكه المتحده وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات